ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات شيوات هند. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض ميني كرواسون معمرة بحشوة جديدة كتجي زوينة بزاف وبطريقة سهلة ومبساطة وما كتاخدش إلا دقائق. قبل ما ندوزوا المقادير، بالنسبة للناس اللي أول مرة يزوروا القناة ما تنسوش تابوناو في ماشين وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد. ودابا ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير فغادي نعطيكم مكونات الحشو هو الاول حيت غادي نبداو به باش نخليوه يبرد مزيان. غادي نحتاجو 250 غرام من صدر الديك رومي ولا صدر الدجاج يكون مقطع قطع صغيره، بصله كبيره حتى هي مقطعه صغير، 100 غرام من الفرماج حمر محكوك، معلقه كبيره من الزيتون شرائح، ومعلقه كبيره من قزبر ومعدنوس مقطع صغير، ومعلقة كبيرة من لاموتار. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاجو تحميرة، توم مجفف، وممكن نعوضو بتوم فص واحد من التوم إذا ما كانش هذا متوفر، إبزار، سكينجبير، وملح. وبطبيعة الحال غنحتاجو يا إما زيت زيتون ولا زيت نباتية باش نطيبو جميع المكونات. وبالنسبة للعباط فأنا غنستعمل لا بات فويتي اللي كتباع في المتاجر. ودابا ندوزو للطريقه. غادي ناخذ مقله ونشعلو عليها على نار متوسطه، وغادي نوضعو فيها القليل زيت زيتون ولا زيت نباتيه على حسب الذوق. نوضعو البصل، نخليه يتشحر شويه. ودابا بعد ما تشحرات لينا البصله ودبلت غادي نزيدو عليها قطع ديال الديك الرومي اولا الدجاج على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر. نزيدو التوابل، نديرو الملح حوالي نصف ملعقة صغيرة، سكينجبير حتى هو نصف ملعقة تكون عامرة، إبزار غي شوية حوالي ربع ملعقة سمحوا لي، تحميرة حتى هي نصف ملعقة تكون عامرة، وبالنسبة لبودرة الثوم فحوالي ربع ملعقة. دابا نزيدو ملعقة كبيرة من الموزة، ممكن تعوضوه بالحامض، مي الموزة كتعطي مذاق زوين مع الدجاج ولا صدر الديك رومي. وبالنسبة للناس اللي كيبغيو الحار ممكن نزيدو نصف ملعقة صغيرة ديال الهريسة. هاد المكونات كتبقى على حسب الذوق. دابا نزيد الزيتون، القزبر مع النور، نزيد
صافي. ودابا نخليو هاد المكونات طيب حوالي 5 دقائق، ومن بعد نخليوها حتى تبرد مزيان باش نصوبو الكرواسون ابري. ودابا من بعد ما برد الحشو تماما غادي نبداو نحضرو في الكرواسون. خديت لاباط فويتي اللي سبق ليا وشريت، غادي نقسمها على جوج، نتاكد انها مقسومه مزيان. ودابا نقسمها على 4، وكل ربع غنقسمو على جوج على هذا الشكل. ثاني ربع الاخر حتى هو نقسمو على جوج. كل مثلث غنقسمو ثاني على جوج، حيت محتاجين نديرو ميني كرواسون اللي غنزوقو بهم بلاطو د المملحات. ودابا من بعد ما قسمنا العجين كامل غادي نفتحو كل كرواسون من هاد الجنب افتحه صغيره. ودابا نبداو نعمرو في العجين، غنحاولو نوزعو الحشو اللي سبق لينا وحضرنا على لي كرواسون كاملين بنفس الكيفيه. غنحطو هنا في الوسط، ودابا من بعد ما وزعنا الحشو كامل غادي نزيدو الجبن احمر مبشور، ناخدو شويه ونحطو الفوق ونوزعو بنفس الكيفيه. ونستمروا على نفس الشكل حتى نوزعو على لاباط كاملة أو لي كرواسون كاملين. من بعد ما وزعنا الفرماج كامل غادي نبداو نطوي في لي كرواسون. غادي ناخدو هاد الجوانب على هاد الشكل ونضغطو على الحشو بالأصبع ديالنا ونبقاو غاديين وكندورو حتى نوصلو للآخر. واخا يبقاو محلولين ما تخافوش حيت ما غاديش يخرج الحشو، اولا ممكن تسدوهم بهذه الطريقه، هو كيجي نفس الشكل سواء مسدودين ولا محلولين حيت الفرماج كيدوب ما كيخرجش الحشو. هذه مسدوده وغنوريكم وحده محلوله. ناخذوا هذه الجوانب ونضغطوا على الحشو ونبقاو غاديين وكنروليو في الكرواسون، وكتبقى بهاد الشكل الا مبغيناش نسدوها. ونستمرو على نفس الكيفيه حتى نكملو لي كرواسون كاملين. نظن ان الطريقه واضحه وباينه. هذا هو شكل ميني كرواسون بعد ما كملتو في التعمار. كيف ما كتشوفوا دهنتو بصفار البيض من الفوق ودخنتو الفرن طاب على درجه 180 مده 15 دقيقه. كيجي رائع جدا وسهل واقتصادي. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وديروا لايك وشكرا للمتابعه والى اللقاء.